كلمة اليوم هي كرافس. ما ترجمة كلمة كرافس باللغة الألمانية؟ الكرافس هو من الخضر الأكثر استهلاكا في عالمنا العربي ولها الكثير من الفوائد. متعلم اللغة الألمانية تساءل بالتأكيد عن معنى هذه الكلمة وترجمتها إلى اللغة الألمانية. الكرافس هو كذلك من الخضار المحبوبة في ألمانيا. يمكن ترجمة هذه الكلمة إلى الألمانية بالكلمة التالية: الكرافس تترجم بكلمة دا زيلغي. نبتة الكرافس تسمى دا شتاودن زيلغي دا شتاودن زيلغي وسيقان الكرافس تسمى باللغة الألمانية دي زيلغي شتانغن دي زيلغي شتانغن. أمثلة عن الكيفية الصحيحة لاستعمال هذه الكلمة: دا زيلغي إيست زا جيزوند، وتترجم إلى العربي بكلمة الكرافس هو صحي جدا.